حراك احتجاجي ومطلبي شبه يومي في موريتانيا هذه الأيام في هذا الشارع، وحيث أغلب المصالح الحكومية يرفع هؤلاء الشباب أصواتهم مطالبين بحقهم في إكمال تعليمهم العالي. نحن مجموعة من المواطنين أولا ثم بعد ذلك تلاميذ، من حقنا التسجيل، من حقنا العيش الكريم. ودانا اتصال مفتوح من يوم 5 في الشهر الأول إلى حد الساعة، ندارو حق واحد مطالبين للحقوق قاع ياسر، نحن ندارو حق واحد حق التعليم. وعندنا ما عندنا من شيء معدرينه غير الاحتجاج أمام وزارة التعليم العالي ووقوف الشوارع. لا تخلو واجهة المرافق العمومية باستمرار تقريبا من وقفة أو اعتصام، وضع يراه كثيرون ملفتا في زمن الجائحة، ويدفع بعضهم إلى الحديث عن أبعاد سياسية تؤدي إلى استمرار هذا المشهد اليومي. الحالة الطبيعية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كوفيد 19، والتي ظهرت الاحتجاجات فيها على مستوى العالم بشكل أفقي. الملاحظة الثانية هو الأريحية التي يحس بها المواطن من خلال هامش الحريات التي أتيح له مؤخرا، وبالتالي يعبر عن رأيه متى شاء وأن شاء وكيف شاء. والملاحظة الثالثة هو أنه لا أستبعد أن يكون هناك أياد خارجية أو أياد أطراف أخرى في المشهد السياسي في تحريك الأوضاع وتأزيمها. تتحدث السلطات الأمنية عن أكثر من 20 تظاهرة احتجاجية يوميا، يمر بعضها بسلام ولا يخلو بعضها الآخر من اشتباكات بين قوى الأمن والمتظاهرين. عودة الاحتجاجات بشكل لافت هذه الفترة يعكس حسب كثيرين واقعا غير مرض وبوادر أزمة، لا يستبعد آخرون أن هذه مؤشرات على أنها تتشكل في الأفق. طيب الغوث، الحرة، نواكشوط.